اهلا وسهلا بكم من جديد. اهلا وسهلا بكل الذين انضموا لمتابعتنا في سودانية 24 في برنامج مانشيتا سودانية. وصلنا الى الفقرة التحليلية التي يصحبنا فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ وليد النور. اهلا وسهلا بك. اهلا ومرحبا بك ومرحبا بمشاهدي سودانية 24. الله يسلمك. نبدأ هذه الجولة من الشرق الأوسط، ومنها نقى تحذير أممي من تضييع فرصة انسحاب الجيش السوداني من السياسة. قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرت إن إعلان الجيش السوداني الانسحاب من العمل السياسي فرصة يجب على المدنيين اغتنامها للتعامل مع الأزمة السياسية الراهنة. وبدأ فولكر تحركات جديدة لإعادة إحياء مسار العملية السياسية التي توقفت عقب انسحاب الجيش من الحوار مع القوى المدنية في مطلع يوليو الماضي. وقال في بيان تلقت الشرق الأوسط نسخة منه إنها المدنيين عليهم قبول التحدي وتكوين حكومة مدنية. وقال فولكر إن الآلية الثلاثية ستواصل دعمها غير المحدود لكل الجهود السودانية وتقديم المساعدة الفنية لتكسير الآراء المتباينة التي تهدف لتجاوز الأزمة والوصول إلى حل. وأضاف إن الوقت ليس في صالح السودان، وحالة الانسداد السياسي ستؤدي إلى خسارة المزيد من المكاسب الوطنية التي تحققت مؤخرا. أستاذ وليد، يعني تحذير أممي من تضييع فرصة خروج الجيش من العملية السياسية، لماذا الأحزاب لا تغتنم الفرصة باعتقادك؟ هو التحذير في محله، والقوى السياسية يجب عليها العمل. ولذلك ولكن قبل أن نأتي إلى تحذير المبعوث الأممي الجيش، وقبل إعلان انسحابه من الحوار، وقبل ذلك كان في حوار ثنائي بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والقوات المسلحة في كيفية إيجاد تسوية بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة والحكومة المدنية، واختلفوا في تفاصيل الصلاحيات التي تؤول إلى الحكومة المدنية والصلاحيات التي يتولاها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ومن بعد ذلك انسدت الأفق. قوى إعلان الحرية والتغيير هي بقت حذرة أكثر من السابق، لأنه معظم القوى السياسية ومعظم القوى الثورية حملتها نتائج فشل الحكومة الدكتور عبد الله حمدوق الأولى والثانية. ولذلك الآن هي في بطء شديد في لملمة أو اتفاق مع كافة أطراف الداعمة للتحول المدني الديمقراطي وقوى الثورة الحية، سواء كان من لجان المقاومة أو قوى سياسية خارج مظلة إعلان الحرية والتغيير. حتى عندما يتم الاتفاق أو تتم أي تسوية بينها وبين الجيش، المسؤولية تكون على الكل وليست على قوى إعلان الحرية وتغيير المجلس المركزي لوحده. طيب لماذا يعني؟ لماذا الأحزاب، أنا عندما أقول الأحزاب لا أقصد الحرية وتغيير المجلس المركزي فقط، يعني أنا أقصد كل أطراف العملية السياسية في السودان. أطراف العملية السياسية الآن هناك معسكرين، معسكر التحول المدني الديمقراطي بيمثل المجلس المركزي للحرية والتغيير والحزب الشيوعي السوداني وبعض القوى التي خرجت من ميثاق إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة التي تمسك بزمام الأمر في الشارع وبعض منظمات المجتمع المدني. أما المعسكر الآخر فهو يضم المعسكر المؤيد للانقلاب والذي يتماشى ويتماهى معه. طيب، شكوك كبيرة حول خروج الجيش من العملية السياسية، يعني ليست هناك ثقة، بل ذهب كثيرون إلى أن المكون العسكري يراهن على عدم اتفاق القوى السياسية. لماذا لا تقطع الأحزاب الطريق أمام هذه الفرضية؟ هذه الفرضية فرضية الشكوك، هي من ناتجة من انقلاب 25 أكتوبر. هي الجيش هو من منح عدم الثقة لهذه القوة التي تواصلت معه ووقعت معه اتفاق وشراكة بين شهد عليه العالم بأجمع. ولكن عندما حان استحقاق القوى المدنية والقوى السياسية أن تتولى قيادة السلطة المدنية في البلاد، قام الجيش بالانقلاب وزج برفقائه في السجون وفي المعتقلات، وجه إليهم بعض الاتهامات. ولذلك هذه الفرضية ستظل في 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 عقول وقلوب كل القوى السياسية التي تتعامل مع القوات المسلحة. والجيش في جانب آخر يبرر ذلك بأن الأجسام السياسية هي تتشاكس في السلطة، هي همها السلطة فقط، لذلك فهو دائما ما يعرف ما حدث في 25 من أكتوبر بأنه تصحيح للمسار. هو إذا كان ما حدث في 25 أكتوبر تصحيح للمسار، لماذا خرج من العملية السياسية الآن أكثر من 9 أشهر
البلاد في حالة عدم وجود جهاز تنفيذي، في حالة تردي أسوأ مما كانت عليه في العاشر في قبل 25 أكتوبر. حتى الاتحاد الأفريقي المعلق عضوية السودان منذ 25 أكتوبر وحتى اليوم العلاقات الدولية تكاد تكون معدومة تماما، لا يتعامل السودان، عدنا إلى أسوأ من بداية عهد الإنغاز. طيب بالعودة إلى حديث فولكر، الوقت ليس في صالح السودان بحسب حديث فولكر وما إلى ذلك، ألا تدري القوى السياسية هذه الحقيقة؟ أنا يعني دائما ما نحن نشير بأن المسؤولية الآن الجيش هو الآن بعيد كل البعد من العملية السياسية، ينتظر كل الأقسام السياسية لكي تلملم شملها لكي تستلم السلطة، الأمر في غاية السهولة بغض النظر عن الاختلافات السياسية بينها. نعم، القوى السياسية أنا ما تكلمت قلت القوى السياسية مقسومة إلى معسكرين، كون المعسكرين المعسكر المؤيد للانقلاب والمعسكر الرافض للانقلاب إنهم يتوحدوا، فهذا من الصعب جدا إنه القوى السياسية كلها تتفق مع القوى الداعية الداعمة للانقلاب والقوى الرافضة له. القوى الثورة الحقيقة يمكن أن تتفق ويمكن أن تتلاقى على حد أدنى ويمكن أن تقدم تنازلات، ولكن القوى الداعمة أصلا والمؤيدة لفكرة انقلاب 25 أكتوبر من الصعب جدا أنها تتفق مع هذه القوى.